عشان تلاقي الناس اللي جنبك. وعايز اقول لكم باختصار، الرهبنه مش هي الجلابيه السوداء دي، زي ما قال الشيخ الروحاني: لا تعزي نفسك بلبس السواد يا اخي، ما تفتكرش انك لما لبست الجلابيه السوداء بقيت راهب، ابدا. انا مسميك رهبان صحيح، لكن الرهبنه الحقيقيه انك تموت عن العالم وكل ما فيه، مش العالم يعني المدن والريف، حتى اللي جوه الدير. خليك في حالك، ودايما بقول للرهبان احفظوا الكلمه دي: وانا مالي خليني في حالي، وانا مالي خليني في حالي. ابونا فلان ده بيغلط، ابونا فلان ده بيتكلم كلام مش مظبوط، وانا مالي، وانا ماليش دخل. خليكوا في حالكم ولا تشتركوا في أخطاء آخرين. بس يا ابني اللي ورا، والرهبنة هي الصلاة الدائمة. احنا قاعدين في العالم في الرعاية مشغولين، ما عندناش الصلاة الدائمة، بنتكل عليكم انتوا اللي تصلوا، ونقول يا رب من اجل صلوات الناس دول تاخد بالك من الكنيسه، فلو انتم ما صليتوش تبقى راحت علينا وعليكم. فاهمين الكلام ده؟ الرهبنه هي حياه الصلاه الدائمه، تصلي وانت ماشي، وانت قاعد، وانت بتشتغل، وانت في الكنيسه، وانت بره الكنيسه. ونشكر ربنا جاي لكم أسبوع آلام قريب مركز في الصلاة. والرهبان معناها الإنسان لا يشتهي شيئا خالص، يموت عن العالم ويميت كل الشهوات اللي في قلبه. واحترسوا من البنات والستات، انا بقول لكم قصتهم كلهم هنا. تيجي واحده تكلمك وتقول لك باركني يا ابونا، اقول لها ابعدي عندي، وانتوا اوعوا تقربوا عليهم. طب حكايتكم حكايه. قديس الانبا ارسانيوس فاتت عليه واحده ست وقالت له صلي لي، قال لها اصلي ان ربنا يشيلك من فكري ومن حواسي. ونرجو من إدارة الأديرة إنها تسهل لهم الحياة الهادئة الساكنة البعيدة عن السجس والشوشرة. وابتعدوا عن الموبايل فون. عارفين الموبايل فون ده ايه؟ زي اللي في جيبك يا يؤنس. يؤنس عشان ليه شغل في الاداره فمحتفظ بالموبايل فون، لكن انتوا ليكوا شغل في ايه؟ لما تستخدم الموبايل فون كانك حاطط عالم في جيبك، وعالم يجيلك في ودانك وفي قلبك، وابقى خرجت عن العالم ازاي؟ ما خرجتش. لما كتبنا الطقس الخاص بتعهد الراهب الجديد ساعتها ما كانش في موبايل فون، لما كتبنا الطقس دايرة نضيف دي لطقس التعهد الراهب الجديد. مقرر لجنة في الرهبنة. طيب تشوفوا دي، يا انت عارفني يا ما قلت على الموبايل فون. نعم، ما تجيب لهم حروب انت يا اخي، اللي عرفهم النت. انت تعرف حاجه اسمها نت؟
وربنا يكون معاكم. يعني اشكروا ربنا ان انعم عليكم بانكم تقبلوا في الدير، وانكم ترشحوا للرهبنة، وانكم ترهبنتوا، وانكم لبستوا القلنسوة والمنطقة الى اخره. ربنا يخليك يا سيدنا وتعيش وتعمر الاديره يا سيدنا. عاشت حياتك. قبل عهد خلاصتك ما كانش فيه حاجه اسمها دير ام بشنوز، ما كانش فيه وجود ولا ام بتونس ولا ام بتونس ولا العدرا الحواويش ولا العدرا في الحواويش. يعني الثلاث اديره دول في عهد خلاصتك يا سيدنا دي اديره عمرانه، يعني تعيش وتعمر مش بس الاديره والرهبان. الدير مش مجرد جدران ومباني، الدير هو رهبان. ربنا يكون معاكم. عايز انكم ايه ياخدوا لكم صوره نتصور مجموعه بعد اذن حضرتك بس في الاول كله، وبعدين نبتدي في المجموعات. يا ناس يا اللي بتصوروا بصوا كده على هناك، بصوا على هناك واسجدوا كده يا ابني. خلينا دلوقتي بص يا حبيبي هناك، بصوا على هناك واسجدوا يا جماعه، واسجدوا عشان تظهروا كويس. المجموعه اللي قدام تسجد، البعض يقعدوا والبعض يركعوا والبعض يقفوا. انزلوا تحت شوية، انزل يا ابني تحت شوية. يلا يا مصوراتي دي زغروطة غريغور دي. ده اسمك ايه؟ ها؟ اسمه كويس. ده ممدوح المدير المالي بتاع البيت. احنا عايزين الراجل بتاع ده بس المدير المالي. عم بشنوده المطار هيتفتح السنه دي. فاكرنا بقى بعد المره الجايه. بس كل ثلاث سنين بالبلد. 2004 2007 كان دلوقتي 2010. هو اللي غلط فتح ده بس لازم تجينا لما يتفتح المطار. هو فتح السنه دي. خلاص سبعة عشر كنا لما يتفتح لما يتفتح. ربنا سيدنا خلينا. الله يحفظك. لا كفايه كده انا مش خلاص يا واد خدت الكرسي ليه يا ولد؟ الكرسي مايل يا سيدنا. خمسة عشر راهبا تمت صيامتهم بيد قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث من دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، دير القديس العذراء مريم الحواويش، ودير القديس الأنبا توماس السائح بسوهاج. الفرح الذي ظلل قلوب الآباء الرهبان الجدد قادر أن يضلل قلوب الجميع. شكرا لكم وإلى اللقاء.